هلو حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم سمسون، رجعت وياكم بالبارت الثاني من لعبة هوغوارتس ميستري. وعلى أنا خطأت بذاك البارت، هواية ذكرت هوغوارتس ليجازي، وهوغوارتس ليجازي هاي اللعبة الجديدة اللي على البلاي ستيشن 5، فما أعرف دخلت براسي وحصلت إنه هي نفس الاسم، فأعتذر كلش. هذه اللعبة اسمها هوغوارتس ميستري، فصح طولت بتنزيل البارت الثاني، بس حابة أكمل السلسلة وأشوف وين توصل، لأن عرفت إنه هي قصة وإلها ختامية، يعني أو حسب ما فهمت إنه إلها ختامية. فخلونا نشوف شنو عندنا مهمات نقدر نكملها بالقصة اليوم. فهذا الشيء يقول visit your common room، لازم نروح نزور غرفتنا. طيب منين نزور الغرفة؟ Your Gryffindor, go to the common room. طيب شلون أروح الغرفة؟ أحتوي روان. It's fantastic to see you again, Simsim. I am so happy we both got to vote in Gryffindor. تقولها أني سعيدة لرؤيتك مرة ثانية سمسم. أني سعيدة إن إحنا اثنيناتنا صرنا بمنزل غريفندور. Would you like to hear an exclusive history of our house, including a comprehensive of our house founder? يقول هذا 1370 مالي أو تاريخ المنزل مال غريفندور. For now, let's just take it all in. تقول حاليا خليني بس استوعب إنه أنا حاليا بمدرسة، يعني ما أحتاج القصة. Okay. حلو. Nice. ذني الحلويات اللي يطيرن ويسوون. طير الضفدع، نايس. أحس نفسي دا أشوف فيلم أنيميشن. It's incredible, isn't it? Even better than I imagined. تقولها المكان مذهل، أفضل مما تخيلته. It is really amazing. I can't wait to meet our fellow Gryffindors. تقول هالمكان فعلا حلو ولا أتوق صبرا لحتى ألتقي بباقي رفاقنا بغريفندور. ضيف جديد. هذا بالمرحلة الثالثة، احنا بعدنا مرحلة أولى. I can't believe they even let you in here after your brother got expelled under ruined Gryffindor's reputation. اوكي. يقولها ما أصدق إنه خلوش تدخلين عندنا بالمنزل بعد ما أخوك كان يمنا يدرس وخرب سمعة غريفندور. Simsim will be outstanding Gryffindor. I'm assuming you aren't, since you spend your time bullying for years. تقول سمسم راح تكون طالبة بغريفندور عظيمة، وأني أظن إنه أنت تقضي نص وقتك تتنمر على طلاب المرحلة الأولى. كفو روان. Whatever, I'll be keeping an eye on you both. يقولها ما يهمني رأيك، راح أظل مراقبكم اثنيناتكم. دي روح بابا روح. وكأنه يهمنا إذا تراقبنا ولا. Sorry, I know you asked me to follow your lead back in Diagon Alley, but I can't let anyone talk to my friend like that. تقولها آسفة، أنا أعرف إنه أنت طلبت مني إنه ما يعني شلون يعني أتدخل بهاي الأمور من شخص يتهجم عليك بسبب ماضي أخوك، بس ما أسمح لأحد يتهجم على صديقتي. نايس، حلو. Thanks, Rowan. Something tells me that won't be the last time someone brings up my brother. تقولها شكرا روان، بس أعتقد إنه هاي مو آخر مرة شخص يحكي عن أخوي قدامي. Have you had a chance to look at your timetable? بتقولها شفت الجدول مالتنا؟ Yes, can you believe it? Her biology with the Professor Sprout, transfiguration with the Professor McGonagall. بتقولها إيه تصدقين إنه راح ندرس كذا مادة ويا أستاذة سبراوت، هاي بالفيلم مال نباتات إذا شفتيها، هي بالفيلم مال هاري بوتر بس أستاذة النباتات، ودرس التحويل مع أستاذة McGonagall. Okay. What are you most looking forward to, Simsim? تقولها شنو أكثر دروس شنو أكثر شيء أنت مهتمة تسوينه بالمدرسة؟ Charms class، صف التعويذات. Potion class، صف المذني اللي ينشربان ويسوون إيش يسموه، نسيت. Potions، راح من بالي بس المذني اللي يخبطوهن بالجدر وما أعرف إيش يسوون. أو finding my brother، أبحث عن أخويا. صراحة إذا أريد أمشي ويا القصة، فأعتقد إنه إحنا هدفنا رجعنا هنا لحتى نلقى أخونا، لو لحتى نتعلم. وهي القصة تتبع إنه أنا شلون راح أسلسلها، فخلينا نسوي القصة شوية غامضة، نقولها نبحث عن أخونا.
I just want to learn spells and potions as fast as possible so I can use them to find my brother and make sure he's okay. تقولها بس أريد أتعلم تعويذات وشغلات لحتى بأسرع وقت لحتى أقدر أوجد أخويا وأتأكد إنه هو بخير. يعني أخويا مخطوف يا جماعة لحد الآن. هو صح سمعته مو زينة بالمدرسة بس هو اختفى من بعد ما سوى السمعة. ما حد يعرف إنه وين راح. We'll learn something useful and powerful spells in charms class. تقولها راح نتعلم فد شيء مهم بصف التعويذات. Luckily, we have charms class with Professor Flitchwick. First time, think tomorrow, see you there, Simpson. تقولها لحسن الحظ إنه عندنا درس التعويذات ويا الأستاذ Flitchwick. سمعوا هذا الاسم بس ما أعرف يا هو بالفيلم. فباكر الصبح عندنا درس وإن شاء الله نروح له. اوكي كملت هذه المهمة. عندنا درس لوموس. اوكي نروح للدرس. اوه هاجريد. اوكي يريد يقيم اللعبة. اوكي سو هذا الدرس التشارمز. هذا ثاني يوم يا جماعة. توقعت راح يشوفون غرفتنا الشرباية وكذا ما اعرف بس يجوز هي القصة هيج. خلينا نشوف درس التشارمز. اوه بروفيسور فليتشويك سوري الجني من انواع الجنين يعني هيجي. يس خلينا نروح نشوفه. Pleased to meet you Professor Flitchwick. I'm really looking forward to charms. تقول له سعدت بلقائك استاذ فليتشويك. انا حقا مستعدة لتعلم التعويذات. You are Miss Channel. مشكلة انا سميت نفسي سمسم شانل يعني هم ياخذون الاسم الثاني على اسم العائلة شانل. المهم You are Miss Channel. If you're anything like your brother, you will do just fine. He was one of the most skilled students. Okay. يقول سعدت بلقائك استاذة شانل. سيدة شانل انا سيدة شانل. اذا كنتي مثل اخوك فراح تكونين طالب مذهلة لانه هو كان طالب مذهل عندي بالصف. اوكي. اول شخص يمدح اخونا. That being said, he was also one of my most rebellious students. يقولها بالاضافة انه هو كان اكثر طالب مزعج. يعني هو صح كان شاطر وذكي بس مزعج نفس الوقت. Are you going to follow the rules? يقولها راح تتبعين القواعد هنا لان اخوك مشان يتبع القواعد او القوانين. اقدر اقول راح اتبع القواعد. اقدر اقول له انا مثل اخوي مشاكسة. اقدر اقول له بعدني ما مقرره فاحنا ليش نصير اشرار. يس اقدر اتبع القواعد. I am only here to learn professor. I don't want to start any trouble. تقول له اني هنا لحتى ادرس يا استاذ ما اريد اسوي مشاكل. Very well Miss Channel. Please have a seat. Class is about to begin. يقولها جيد جدا اجلسي راح يبدي الدرس. اوكي درسنا اليوم نتعلم اللوموس. حسب ما عرفتي وخبرتي بالفيلم والسلسلة وتشوقي بعالم هاري بوتر انه لوموس هي تعويذة للضوء انه تسوي ضوء بالعصا. اوكي in this class you'll complete actions to earn stars, earn 2 stars from the nose. اوكي لازم نحصل نجمتين يلا نتعلم التعويذة. نايس start يلا نتعلم تعويذة اللوموس. Welcome to your very first charm class at Hogwarts. I will be your instructor, Professor Flitwick. Flitwick. أنا اسمي Flitwick. Okay. يقولهم مرحبا في درس التعويذات في مدرسة هوغوارتس. سأكون أستاذكم Flitwick. Please play. Pay close attention to the instructions and take great care practicing the spells you learn. يقولهم أرجوكم انتبهوا للتعليمات اللي راح أشرحها واعتنوا بالتدريب أثناء تعلمكم التعويذات. Today we will be learning a very important spell known as the Wand Lighting Charm. ما قلت لكم؟ يقول اليوم راح نتعلم تعويذة تسمى بالعصا المضيئة. أوكي؟ ما قلت لكم لوموس يعني العصا تصير ضوء بالأماكن الظلمة. This charm is useful in dark places whether you are searching a shadowy room for hidden dangers. شوفوا يقول هذه التعويذة تفيدكم بالأماكن المظلمة إذا كنتوا تبحثون عن أشياء خطيرة مخفية.
or trying to find a squirrel that rolled under the sofa أو تحاولون تبحثون على شغلة من غراضكم طاحت جوا الأريكة. لوموس. أوكي شفته؟ لوموس. أوكي complete actions to fill up your stars matter. اوكي لازم ان هذا شوفوا هذا الشريط الفوق اللي مرسوم عليه شريط ونجمتين، اذا وصلنا نجمتين راح نتعلم ال شو يسمونها ال التعويذة. يلا ناخذ ملاحظات من الاستاذ. اوكي نقرا الكتب. اوكي ونستمع للأستاذ شلون يسوي التعويذة. وصلنا أول نجمة. نايس حلوة اللعبة الصراحة، يعني ما أدري بيها شغلات أول مرة أشوفها. نختار هديتنا صراحة ما عندنا ولا ألمازة، خلنا ناخذها. Now I have a question for you. Let's see if you know the answer. يقول حاليا راح أسألكم سؤال للي يعرف يجاوبه. أوكي What does the charm Lumos provide? شنو فائدة تعويذة اللوموس؟ تنطي ضوء، تنطي كيك، تنطي مي. أكيد ضوء. Okay, nice. جوابنا صح. أحسنتي. Nice. Okay, review Lumos effect. We'll need a throw up. Oh, knowledge of a spell's effect before you can cast it. Okay. لازم هسه أسوي التعويذة. يعني شلون أتدرب عليها. Okay, بقينا شوية ونوصل النجمة. هذه آخر مرة يمكن. كفو. تعلمنا التعويذة. ناخذ ألماسة ثانية. Focus, please. Make sure you know what you're attempting to cast. يقول ركزوا أرجوكم، اتأكدوا إنه أنتوا الكلمة تنطقوها صح أثناء التعويذة. أوكي ها لازم لازم نايس الدائرة الخضراء سويتها. نسوي تعويذة أو بس هيش تعلمناها. نايس تعلمنا أول تعويذة إنه بالمدرسة. أكثر تعويذة أحبها هي اللوموس و أوبليفينز، بعدين أعلمكم عليها ما أريد أخربها عليكم. أوكي يلا نسوي تعويذة. لوموس. أنا أول طالبة أسويها. Well done Miss Channel. That's the best equation of the wand lighting charm I've seen from first year in a quite some time. يقولها أحسنتي، هاي أفضل طريقة لتكوين هذه الخدعة أو هذه التعويذة من طالب مرحلة أولى. 10 نقاط إلى غريفندور. واو مو المعروف إنه كل بيت يعني غريفندور سليذرين وهذولا يعني من يحصلون نقاط بنهاية السنة يحصلون كأس المدرسة المرحلة الأولى، فإذا إحنا حصلنا النقاط هواي فنحصل كأس المدرسة. Nice work, Simsim. I read everything I could find on the wand lighting charm, and yours was still better. You're a natural. تقول أحسنتي، أنا قرأت كل شيء بخصوص هذا التعويذة، وأنتي كان طرحك للتعويذة كلش ممتاز. You already got us 10 points. You said you want to learn from the other Gryffindors, but I think we could learn something from you. تقولها خليتينا نحصل 10 نقاط للكأس للمنزل مالتنا، على مود نحصل كأس المدرسة. وانتي قلتي انه لازم نتعلم من طلاب باقي المراحل، بس اعتقد انه هم اللي مفروض يتعلمون منك. اوه لا تمدحيني هواي. Potion is next. I have a feeling facing Snape won't be so easy. اوه راح نتعلم درس البوشنز. ما قاعد اتذكر شنو البوشنز. ان هذني الاشياء اللي نحطهم بالجدر ونشربها الماء، فالكلمة ما قاعد تجي براسي الترجمة. فسنيب استاذ سنيب هو اللي راح يعلمنا درس البوشنز. اوكي خلصنا درس اللوموس. Cure for boils progress. اوكي دي يقول ندوس على مو اقدر اغير اسمي. اوكي شي يريد هنا أنا. اوكي هذني الدروس عندنا هنا البوشنز charms flying achievements.
أول خدعة تعلمناها اللوموس، عندنا إكسبليامرز، شنو هاي؟ ما أعرفها، هاي وينغارديوم ليفيوسا، أيضا أعرفها، ألوهومورا، تلبندو؟ جديدة علي هاي، نوكس، أوكي، تشارم تو كيور، أوكي، ذا فور سبيل، هاي السنة الثانية والثالثة والرابعة والأخير سنة السابعة، أوكي. حصلنا 5 ألمازات من أول تعلم تعويذة، فبالسنة الأولى لازم نتعلم 9، وهواي عندنا تعويذات لازم نتعلمها، وهذني الأشياء. بعد دروس درس البوشن، شفتوا هذا عبارة عن جدر ومساحيق، تشارمز التعويذات، فلاينج اللي هو الكويتج الطيران، هنا أنا أتشيفمنت اللي هي مهاراتي، مثلا شطرنج، شوف شنو، موسيقى، transformations هنا التحويل، نتحول أو نحول أشياء أو حيوانات، herbology النباتات، درس الصحة والنباتات، care of magical creatures الاعتناء بالحيوانات الغريبة السحرية، nice، defense against the dark arts، وهذا الدرس كان دائما حلو بالأفلام، اللي هو درس تعلم الدفاع عن النفس ضد التعويذات الشريرة أو المظلمة، okay. History of magic تاريخ السحر، Divination التنبؤ، هو ويا هاي الأستاذة من النظارات، Astronomy الفضاء، Muggle studies دراسات تخص الناس العاديين طبخ ما أعرف إيش، أوكي Muggle يسموهم، إذا تشوفون فيلم تعرفون، بس هذا غير اسمي، yes thank you، خنسوي سمسم، لا مو هذا. تيرنر ووكر كلارك، اوكي كلارك حلو، سمينا بزنس سمسم، انا بس اريد اسوي اسم العائلة يختلف عن اسم شانل، لانه شوي راح يخرب القصة علينا، شانل اللي هي قناة فما اريد اخربها، سمسم كلارك حلو، اوكي هذا الملف مالتنا، اوكي غريفندور احنا مرحلة اولى، وصلنا تشابتر الثاني بالقصة، اوكي هذني المعرفة والمشاعر والشجاعة تخصنا، ومننا نقدر نغير الملابس، وضايفين أشياء حلوة جديدة، نقدر نغير كل سنة شكلنا وكذا، اوكي حلو، اوكي سو هسه عندنا درس ويا أستاذ سنيب للبوشنز، خلينا نروح ونتعلم، انا حد الان ما شفت استاذ سنيب باللعبة، وات شنو اللي صار، وات از ذات روان، ما هذا يا روان، ادميت ات اعترفي، اي كانت لا استطيع، ساي ام ذا موست باورفل، قولي انه اني اقوى ساحرة بهوغوارتس، وات منو انتي، It's logically impossible. I've made numerous lists of the most powerful witches at Hogwarts based on multi factors. تقولها ما أقدر أخليك أنت أقوى ساحرة لأنه سويت نظام وترتيب على منو أقوى سحرة بالمدرسة. Okay. You're less powerful than Professor McGonagall, Professor Sprout, Madame Hooch, Madame Pomfrey every single seventh year. Okay. تقولها انت اقل قوة من فلان وفلان 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 وفلان، كل واحد بالمرحلة السابعة، You're just the first year like me، تقولها انت مجرد مرحلة اولى مثلي، بعد ليش تريد تكون اقوى ساحرة وهي مرحلة اولى، مغرورة، I'm nothing like you، تقولها اني ابد مو مثلك، اقدر اختار يا اما ادافع عن صديقتي او ابتعد او ما اهتم، اكيد ادافع عن صديقتي، انضافت الشجاعة، You're just gained attribution points. There are 3 attributes: courage, empathy, and knowledge. يقول حصلت نقاط تخص الشجاعة، هذا الشيء يبني شخصيتنا، أكو 3 أشياء تبني شخصيتنا، الشجاعة، العاطفة، والمعرفة، فالشجاعة عندنا زادت، Get away from her، ابتعدي عنها، Who do you think you are؟ من تظنين نفسك؟
Simsim is the one who should be claiming to be the best witch. Professor Flitwick said she cast the best one-lining charm of any first year. تقولها سمسم المفروض هي تدعي انه هي اقوى ساحرة بالمدرسة لانه ادت تعويذة البوة بالعصا افضل من اي طالب. سمسم now I know exactly who you are. تقولها سمسم الان اعرف انه منو انت بالتحديد. You are Simsim Clark. Your brother lost his mind, discards his house, got expelled from school and was never heard from again. تقولها انت سمسم كلارك اخوك فقد صوابه جاب الشبهة والمشاكل للبيت مالته اللي مو البيت قصدهم البيت تحديد وانا ما غريفندور قصده وانفصل من المدرسة وما حس سمع عنه اي شي بعد. You belong in Gryffindor. يقولها انت تنتمين منزل غريفندور. ومنو انت؟ Who are you؟ ميورلا سنيد. اوكي سنيد ميريولا شنو هذا اسمها؟ ميريولا سنيد first year سليذرين the best witch at Hogwarts. بدأت مشاكل سليذرين قلتلكم اني منزل سليذرين شوية شايفين نفسهم مغرورين لابسين اخضر هما دائما فميزوا احنا برتقالي هما اخضر. تقولها اسمي ميورلا سنيد مرحلة اولى منزل سليذرين افضل ساحرة في هوغورتس. احاول شوي اقلد لكم اصواتهم حتى تندمجوا بالقصة. I overheard the professors whispering about you at the feast. I suppose you think you're better than me. تقولها استرقت السمع الى بعض الاساتذة يتحدثون عنك في العشاء اظن انه انتم ظنين انه انت احسن مني. I should put you out of your misery before you ruin Hogwarts like your brother tried to. تقولها المفروض انهي حياتك او المفروض انهي بؤسك قبل ان تدمرين هوغورتس مثل ما اخوك دمر المدرسة. I don't want any trouble. ما اريد اي مشاكل. You don't have a choice. تقولها ما عندك خيار. يعني ادمرك بين قوسين. Taunt her, threaten her, reason with her. اقدر اذيها اهددها او اتفاهم وياها. صراحة ما اريد اكون كلش شريرة ولا اريد اكون كلش حبابة ف اذيها لا اتفاهم وياها لا اهددها شوي خلينا نخوفها خلينا نقرصها. اوه حصلنا 5 نقاط شجاعة نايس. I'm warning you Mirola don't try to bully me or my friends. تقولها انا احذرك لا تحاولين تتنمرين علي او على اصدقائي. اوه بروفيسور سنيب هاي كلارك. I knew you would be trouble. يقولها كنت اعرف انه انت راح تكوني مشكلة. بروفيسور سنيب ميورلا was bullying my friend professor. طبعا من هسه اقول لكم بروفيسور سنيب هو مدير مدرسة سليذرين. احنا مدير مدرستنا ماغونغول الاستاذة اللي حطت القبعات علينا بالمرحلة الاولى العفو بالبارت الاول من الحلقة. فهناش دا اقول اذا اقول ميورلا كانت تتنمر على صديقتي يا استاذ. Get to potion class. Be thankful you aren't headed to detention. يقولها طبوا للصف هسه كونوا على يقين انكم محظوظين ما راح اوديكم للاحتجاز او اعاقبكم. طبعا بروفيسور سنيب شخصيته بالفيلم كئيبة وشديد وكذا فما اقدر اقلد لكم صوته لانه صعب فراح احكيكم بصوتي الطبيعي. فيلا خلينا ندخل الدرس. Thanks for standing up for me Simsim. I've never been very strong or very good at making friends. تقولها شكرا لانك دافعتي عني لاني ما كان عندي اصدقاء هواي يدافعون عني هيك. I'm glad that you and I are both in Gryffindor. تقولها أنا سعيدة إنه أنت وأني نناتنا بمنزل Gryffindor. Did you hear what Mirla said? Why would the professors be talking about me? تقولها سمعتي شو قالت Mirla؟ ليش الأساتذة يحكون عني؟ I don't know, but we better get to potions. We're in enough trouble as it is. تقولها ما أعرف بس خلينا نروح للصف لأنه إحنا حاليا أصلا تعاقبنا فما أريد نتأخر. اوكي سو خلينا نروح الصف. يلا هذا ثاني درس نحصله اليوم. الدرس الاول تعويذات وهذا بوشنز
يعني لحد الآن ما جتني الكلمة براسي شنو بوشنز. أنا أعرف شنو هي بس مدى أعرف أوصلكم المعنى الحرفي إلها. أوكي سو خلينا نحكي ويا الأستاذ سنيب. This is your first potion class and based on the build red look in your eyes this could very well be your last. يقولون هذا أول درس لكم بصف البوشنز ومن النظرة من خلال وجوهكم اللي قاعد أشوفها أعتقد أنه هذا راح يكون آخر درس لكم. Unlike your other classes, this is not a place for foolish wand waving and intrepid searching of miserbound incantations. يقولهم على عكس صفوفكم اللي أخذتوهن قبل هذا الصف ما له علاقة بالخرابيط وتلويح بالعصا وما أدري إيش من هاي الأمور. Okay, تهمنا. You are here to learn the subtle science and exact art of potion making. يقولهم أنتم هنا لحتى تتعلمون فن وعلوم تصنيع البوشنز. Insert the sense, bewitch the mind, keep your mouth shut. ركزوا عليه وانتبهوا واغلقوا فمكم. يعني بلا نفس وبلا حشي. مختصر مفيد. Today you will produce a simple cure for boils potion. Okay, يقول اليوم راح تتعلمون درس معالجة boils potion. Know that I expect perfection and know that there will be severe consequence for failing to meet my expectations. يقولهم أني أدور في شيء مثالي وعرفوا أنه إذا خطأتوا بالتصنيع مال بوشن راح تواجهون عواقب من خلال تجربتكم. Let us begin. خلنا نبلش. You think you're so special but you're already guaranteed to fail, Clark. تقولها أنت تظنين أنك مميزة بس أنت راح تفشلين وتفشلين بهذا الدرس. What's that supposed to mean? تقولها شنو قصدك؟ You'll see. راح تشوفين. Ignore her, Simpson. After getting remade by Snape, we need to brew this potion perfectly. تقولي تجاهليها بعد ما ترزلنا من Snape خلينا نحاول نكون جيدين بدرسه. صحيح. يلا نبلش الدرس. أوكي لازم نحصل نجمتين لحتى نتعلم تصنيع الكيور فور بويلز بوشن. يلا. نفس درس العصا. Demonstration. يما. The lesson starts. الدرس بدأ. To begin to brew cure for boils, your technique must be perfect. Watch me. يقولون لحتى تقنون طريقة صنع البوشن. شاهدوني. انبهوا علي. انتبهوا علي. ركزوا. كل اللي هنا بالدرس سليذرين. ما عدا أنا روان. غريفندور. اوكي نستمع. ابغى على هاي شلون نسويها. حصلنا اول نجمه. نايس. راح احاول اجمع المازات هوايه. Do not make me repeat myself. Focus. يقولهم لا تخلوني اعيد ما شرحته. ركزوا. اوكي يلا نركز. اوه هاي شويه تخوف. نايس. يعني مجرد ناخذ ملاحظات ما اعتقد راح نسوي مثل ما سوى. ما يخلونا نصنع بالمرحله الاولى بوشنز يمكن. اوكي وصلنا ليفل 2 بالمعرفه. Prepare to finish cure for boils. Finish your potions quickly. I want to see how poorly you executed this recipe. يقولهم يلا سووا اللي سويته اني اريد اشوفكم شلون تفشلون. اوكي يلا يلا نبلش نشتغل. Gather. Ask for help. وصلنا نجمتين. Nice. I'm eager to see your attempt at the cure of boils. أنا خلصت. Okay, okay, okay. شوية صعبة هاي. Ooh. Nice. Professor, كملت. Nice. Okay, تعلمنا شلون نصنع علاج البوشن.
Perhaps Clark isn't absolutely incompetent after all. يقول هم أعتقد أن كلارك منافسة جيدة. It works. I brew my first potion. يقول هذا قد نجح. سويت أول potion إليه. Congratulations, Simsim. In all my research, hardly anyone even brew this potion correctly on their first try. تقولها خلال بحثي ودراستي قبل أدخل المدرسة مستحيل أي طالب مرحلة أولى يقدر يسوي هذا البوشن. واو. Wait, what's happening? تقول لحظة شو اللي قاعد يصير. Did you added كذا from my studies? This looks like the beginning of the explosive reaction caused by adding Rubik's water. تقول هضفتي هذه المادة لأنه أعتقد إنه راح ينفجر إذا ما ضيف هاي المادة. Explosive? ينفجر تقولها. Ooh, نيش. Congratulations, you have cured the table of my. تقولها مبروك حطمت طاولة المدرسة. You should have never been allowed inside my classroom, Clark. يقولها ما كان المفروض أسمح لك تدخلين الصفي. هاي خربتها والله. هاي ميورلا ما أدري شو اسمها. You are somehow even worse than your brother. يقولها أنت أسوأ من أخوك. ليش الكل يذكر أخويا؟ No, 10 points from Gryffindor. 10 نقاط انخصمت من Gryffindor. لا. أوه نقدر على حسب الليفلات مالتنا نقدر ندافع عن نفسنا. اقدر اقول له من خلال معرفتي انه ميورلا هي اللي خربت مادتي المشروع، او اقول له اني اسفه، او اقول له انه هذا خطاك انت يا استاذ. بس هذه مغلقه لان انا مو شجاع لهالدرجه، فراح اقول له انه ميورلا خربت المسحوق مادتي. اوكي ميورلا خربت. I think Miola's sign did something to my cauldron. Take responsibility for your incompetence, Clark. يقولها تحملي مسؤولية خطأك انتي، لا تلومين غيرك. I would, but Miola threatened me and my friend and said she would do something to make sure I failed in potion. تقول اني اتحمل مسؤولية اخطائي، بس ميولا هددتني انه هي راح تخرب علي درس البوشنز لكي تنتقم مني ومن صديقتي. She threatened me by me because she thinks I might be a more powerful witch. يقولها قالت له هي تشعر بالتهديد مني لأنه ظن إنه أنا أقوى ساحرة بالمدرسة. Is this true, Miss Snape? يقولها هل هذا صدق كلامها؟ Absolutely not, Professor. Clark is clearly just as mad as her brother and just as driven as to ruin everything Hogwarts. تقوله بالتأكيد لا أستاذ. قصتها عليه سمسم مجنونة مثل أخوها وتريد تدمر المدرسة مثل ما أخوها دمرها. Your family has represented Slytherin well, Miss Snape. I will be watching you closely to ensure do the same. يقولها عائلتك تمثل سليذرين يا أنسة سنيب. راح أظل أراقبك حتى أتأكد إنه أنت همين تمثلين سليذرين. You made the right choice by telling him about Miola. I'm sure you would have lost more house points if you didn't. تقولها سويتي قرار صحيح لما قلتي لأنه ميورلا كانت السبب، لأنه لو ما قالت لك خسرنا نقاط أكثر من غريفندور. It's only going to get worse, Clark. تقولها هاي مجرد البداية. Okay, so هاي عدوتنا اللدودة. Okay. You should have known that coating your cauldron with Blubdux powder will make your potion explode. يقولها كان المفروض تعرفين انه تسوين كذا شيء راح يفجر مسحوقك. I certainly did. يقولها وانت تعرف انه هذا الشيء راح يدمره. Most important first year and you're nothing but discreets, just like your brother. يقول هو الان الكل يعرف انه انا حاليا المركز الاول كافضل ساحر بالمرحله الاولى، وانت مجرد يعني شو هنقول سمعه سيئه مثل أخوك. Dismissed, I have had enough of all you for one day. يقول حانيا انتهى الدرس، يلا روح كل من توكل على طريقة. I lost to Gryffindor 10 points. What's going to happen when I go back to Gryffindor common room? تقول خسرت منزل Gryffindor 10 نقاط. شنو اللي راح يصير إذا رجعت للمنزل هسه؟ يعني راح يسوون الطلاب عليا. كملنا التشابتر الثاني. Nice. Chapter 3 اسمه Drilling with Troubles. يعني
كل مشاكل راح تصير مشاكل. After you encounter with the Peregrine Slytherin your last need, you must seek out a way to recover the house point you lost. يقول بعد ما التقيت ميورلا سنيد وشون انه هي تريد تحاول تخسر منزل غريفندور, لازم احاول اصعد منزل غريفندور واحصل لهم نقاط. اوكي اها اوكي سو حبايب, اللي هنا راح انهي وياكم البارت الثاني من هوغوارتس ميستري. صراحة أنا لحد الآن اللعبة كلش حابتها وكلش مندمجة بالقصة, فكتبوا لي بتعليقات آرائكم وشنو رأيكم بالبارت الأول والثاني والقصة شلونها متمحورة عندكم, هل قاعد تفهموها, هل ترجمتي لكم مفهومة, ومن هاي السوالف شلون قاعد أعمق لكم بالقصة. فيس كتبوا لي آرائكم وكل شي تكتبونه أني أقرأ بالتعليقات وأحاول أرد عليكم بيها. فأتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو, أشوفكم إن شاء الله على خير بالفيديو الجاي. باي باي. But that's alright. Hush.